بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره رب الناس ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المزداة الرسول المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، النبي الأمي الذي علم المتعلمين، والرسول العربي الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين، والهادي الذي قاد سفينة العالم الحائرة إلى شاطئ الله رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم آمين آمين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الكلام الطيب. سائلين المولى تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يوفقنا توفيق الصائبين الصالحين، وأن ينفعنا بالقرآن والذكر الحكيم. اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى، استخدمنا ولا تستبدلنا، واجعلنا مفاتيح للخير مغالق للشر، وأذق قلوبنا برد عفوك ولا تسلب عنا نعمة قط، واهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى، اجعلنا يا ربنا هداة مهديين، اهدنا بفضلك في من هديت، اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك، واصرف عنا بخفي لطفك شر ما قضيت. اللهم آمين آمين. ولعل حضراتكم عرفتوا من المقدمة كده، شميتوا ريحة الموضوع، واحنا بنتكلم عن أدوات السلامة، أدوات الأمان. لما أنت تبقى راكب سيارتك يقول لك فين حاجات الأمان، حزام الأمان، شنطة الإسعافات، حاجات اللي كنا عشان نروح نرخص العربية دي لازم يطمنوا عليها الأول إنها موجودة ولا لأ. عايز تبقى في أمان، عايز تعيش سعيد، عايز يبقى من الناس اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قلنا فاتحين ملف كده بنجمع كل الآيات اللي جاءت في القرآن الكريم اللي هي عبارة عن شقين. الشق الأول اللي يعمل كذا 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 يبقى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نجد في سورة البقرة قول الله تبارك وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، عنوان الحلقة بتاعنا هو بقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا سلام، تسمع كلام ربنا، تسمع مصدر الهداية، تسمع الهدي اللي جالك من ربنا سبحانه وتعالى، اطمن بقى ما تقلقش، اصل الناس اصل هيعملوا ايه، اصل مش سايبيني في حالي، اصل بيتريقوا عليا. لا 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 لا، والله ومن اصدق من الله قيلا. مفيش، ان اصدق الحديث كتاب الله يا حضرات، ان اصدق الحديث كتاب الله، الكلام اللي يتاخد وما يتناقش سمعنا واطعنا كلام ربنا، وان خير الهدي هدي رسول الله عليه الصلاه وازكى السلام. فربنا بيقول لنا في القران في سوره البقره: فمن تبع هداي، اللي ينفذ ويطبق ويلتزم بالتعليمات والتوجيهات واوامر ربنا ويبتعد عن النواهي، خلاص اطمن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في موضع اخر سوره
طه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طب عايز تاني. يعني ايه فلا يضل ولا يشقى؟ يعني عكس الضلال ايه يا حضرات؟ الهدايه. ولا يشقى عكس الشقاء ايه؟ السعاده. يعني كأن الايه تقول فمن اتبع هداي فسيجد الهدايه كلها والسعاده كلها، مش هيلحقه اي ضلال، مش هيبقى في ضلال، مش هيتوه، مش هيبقى حائر، مش هيجراله حاجه، ما يتخافش عليه، قراراته كلها سليمه، ربنا هيوفقه وهيثبته وهيسدد رميه وهيجعل له من لدنه من لدن ربنا سبحانه وتعالى وليا ونصيرا. اولئك الذين هدى الله، هم دول بقى اللي ربنا هداهم يا سبحان الله. يبقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طب واللي مش هيسمع الكلام ده بقى، اللي يقول لا لا مالناش في القصه ديت، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، والله ما هيعيش سعيد ولا هيذوق طعم السعاده. اللي يبتعد عن المنهج ده في الدنيا. طب وفي الاخره؟ ونحشره يوم القيامه اعمى. قال هو بعيد عنا وعن المشاهدين وعن الأحباب، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا نسأل الله السلامة، ربنا يعافينا. ولذلك في بداية سورة طه يا حضرات، طه بسم الله الرحمن الرحيم، سورة مكية طبعا، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن هو نزل القرآن عشان نشقى؟ لا أبدا. أمال نزل ليه؟ لنسعد، عشان الهداية. إحنا يوميا يوميا في صلاتنا في قراءة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، لنا رجاء، لنا طلب، لنا أمنية، منتهى أملنا، يعني منتهى أحلامنا، اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. أهو هو في طلب في سورة الفاتحة غير كده؟ يا اقرأ سورة الفاتحة من أولها إلى آخرها، في طلب غير اهدنا الصراط المستقيم؟ يا أنت بتقول له اهدنا وعافنا وارزقنا وارفعنا واجبرنا واسترنا واغفر لنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واقضي حوائجنا، هو أنت ليك طلب في سورة الفاتحة غير اهدنا؟ هو اهدنا. فتيجي اهدنا الصراط المستقيم، أني صراط حضرتك عايزه أيها المشاهد الكريم؟ اللي هو صراط الذين أنعمت عليهم، المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق، عرفوه وخالفوه. تخيل، يبقى عارف ولا لا مش هسمع الكلام ده مغضوب عليه. طيب والضالين اللي ما عرفوش أصلا، اللي ماشي تايه ده ما سألش. طب احنا بنقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، بتعايز الهدايه. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، عرفنا المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. كمل بقى. الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك، هدى. اهو هدى، كتاب ربنا، كلام ربنا، منهج ربنا، اللي يتبعه خلاص ياخد الهدايه كلها. يبقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله، موضوع غايه في الاهميه. نقول للناس التزم، التزم باللي ربنا بيقوله لنا، التزم باللي سيدنا النبي بيعلمه لنا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين معنا؟ طولت عليك يا ام اشرف، معلش. السلام عليكم ام اشرف. الو. السلام عليكم يا ام اشرف. عليكم السلام يا سيدنا الشيخ، ازاي صحة؟ اهلا بيك يا ام اشرف. ازيك يا سيدنا الشيخ؟ الله يسعدك، اتفضل يا ام اشرف. والله يا سيدنا الشيخ انا عايز تليفونك. عينيا. تليفونك علشان عايزك موضوع يخص. حاضر يا ام اشرف، هحولك للنبي يا سيدنا الشيخ عليه الصلاه وازكى السلام. حلفتيني بالغالي يا ام اشرف. هحولك للكنترول وهم يعطوك الرقم. يا حاجة رشا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ رمضان. اتفضلي يا رشا، أهلا بيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي. اهلا بيك يا رشا، اتفضلي. الشيخ رمضان، الشيخ رمضان، نعم. انا وجع على اخويا ظلم كبير. ايوه يا رشا لو سمحتي وطي التلفزيون خالص خالص واسمعيني من التليفون، الله يسترك. وجع على اخويا ظلم كبير يا شيخ رمضان. ايوه ايه بقى اللي حصل؟ اخويا عسكري. ايوه. واتحبس ظلم 3 سنين. ايوه. والدتي تعبانه جدا، وانا أيوة. كل اللي طالباه الدعاء منك يفك فرجه ووقف له ولاد الحلال. هو لسه مسجون؟ حكم عليه امبارح ب3 سنين ظلم. حكم مدني ولا حكم عسكري؟ عسكري يا شيخ رمضان. طيب. عسكري. بسبب حاجة بسيطة جدا. طيب المهم لا بغض النظر عن السبب يا رشا الله يسترك. طب انت وكلت محامي وكده؟ وكلنا محامي، والورق الشهود كله ضد الشيخ رمضان. طيب. كلام غير بعضيه، المحامي مش واخد بيه ولا حد واخد بيه، وعنده النطق في الحكم ده. طيب طيب الوقت. طيب يا رشا يعني انا والله ما طبعا انا مش راجل قانون، فتواصلي معانا بعد الهوا نوصلك بحد من القانونيين. انا ما اعرفش ده، انا ما اعرفش في الاحكام يا حضرات سواء مدنيه او عسكريه، ما اعرفش ده بتبقى احكام باته ولا في استئناف في الحكم العسكري، مش عارف يعني. فاستعينوا على كل صنعه بصانعها. فمشكلتك يا رشا ومشكله اخو، يا رب يفك اسره ان شاء الله. وهو لو مظلوم ربنا هينصره، تاكدوا ربنا لا يغفل ولا ينام، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وإن دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام. ويقول وعزتي وجلالي، الله يقسم بعزتي وجلالي لينصرن هذا المظلوم ولو بعد حين يا حضرات. فإن شاء الله ربنا يرفع عنه الظلم إن شاء الله. مين يا حاجة كريمة؟ السلام عليكم. السلام عليكم شيخ رمضان. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يديك الصحة ويبارك لك في صحتك وعافيتك يا رب. وإياك. يحب فيك خلقه أكتر وأكتر وأكتر. الله يسعدك وإياك يا رب. يا رب. الله يكرمك. ادعي لنا بس ربنا يفك كربنا، ويدعي لابني إن ربنا يتم يشفيه على خير، إن حصلت له حادثة كبيرة. ربنا يرضيكي فيه. يا رب. ومعلش عايزة رقم حضرتك بعد إذنك. حاضر. معلش. شكراً قوي لحضرتك. شكراً ليك يا حاجة كريمة، وربنا يشفي ابنك يا رب، ويمن عليه بالصحة والعافية، ويمن على كل مريض بالشفاء التام العاجل. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اسمي يا حاج رمضان. السلام عليكم. السلام عليكم. الناس عندها رمضان واحد، واحنا دلوقتي عندنا رمضانين الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ رمضان. عليكم السلام يا حاج رمضان. ازي حضرتك؟ كله تمام. الله يسعدك. انت برضه اتولدت في رمضان؟ انا اسمي على اسم حضرتك يعني. عشان انت اتولدت في رمضان برضه مش كده؟ طيب الحمد لله. الله يسترك يا حاج رمضان، اتفضل. انا كنت عايز تليفون حضرتك الخاص بس عشان عايز حضرتك في عمري خاص. حاضر يعني. حاضر يا سيدي. احول حضرتك للكنترول. شكرا ليك. بعد يقول لي ليه سموك رمضان؟ دي محتاجه، دي مش محتاجه مجهود. اتولدت في شهر رمضان فسموني رمضان. اخونا رامي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. اهلا يا حاج رامي، اتفضل. يا شيخ انا عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع. انا على طول انا ما كنتش بصلي او بعمل اي حاجه يعني، ما كنتش بصلي خالص. ومره واحده ابتدت جالي زي على طول بقى بيجيلي خنقه وافكار كده على طول، ان انا هيتوفانا الله يعني. على طول انت فين تذكره بالموت يعني. الحمد لله داخل في الشهر شهر ونص صلاه. الحمد لله. طيب معلش يا رامي الخط فصل. يعني بص يا رامي، انت لو عايز تتواصل معايا اهلا بيك وسهلا، تواصل معايا بعد الهوا، هتتصل بالكنترول هيعطوك الرقم. عايز تيجي تصلي معايا الجمعه، شوف انا هصلي الجمعه فين في جدول الخطب بتاعي، ولو عندك اي تساؤلات اكتبها في ورقه. ومبدئيا انت يعني حصل لك نوبه كده من نوبات الخوف. انا ما اعرف هي نوبه عرضيه ولا مرضيه، يعني هل هو الهلع اللي بيقول عليه اخواننا واساتذتنا الاطباء النفسيين، ولا دي حاجه عرضيه كده خفت خوف مؤقت كده؟ على اي حال هجاوب حضرتك، وتواصل معنا في اي وقت، وربنا يثبتك. انت كنتش بتصلي، بقيت تصلي، ربنا يثبتك على طاعته ان شاء الله. مين؟
اختنا عزه، السلام عليكم. لا انا عزه. السلام عليكم. السلام عليكم يا حاج عزه، اهلا بيك. ازيك يا شيخ رمضان؟ اهلا وسهلا ومرحبا. عايز اسال، عايز اقول لحضرتك سؤال. اتفضلي. انا ارمله ومعايا 3 عيال. ايوه. وحماتي كرشتني وبهدلتني، يعني سابتني من المنوفيه وبهدلوني وخدت بعض ومشيت. لا حول ولا قوه الا بالله. وبقول لهم ادينوا حقي، بقول مالكيش حق، لما تتجوزي سنسك هتاخدي، مالكيش مش هتتجوزيه مش هتاخديه. وانا حمدت ربنا انا معايا 3 عيال على كده، مش عايزه اتجوز ثاني. ايوه. فكل ما يجوا يقولوا لي ما اتجوزتيش، مش هتكش مالكيش مكان لك انت وعيالك. هو سلفك متجوز؟ لا عادي. طيب ماشي، حاضر، ماشي، سلام. هجاوبك. شكرا ليك يا عز. عارفين يا حضرات، عندنا في اهالينا حتى في الصعيد وفي وجه بحري، اذا يعني في بعض العائلات كده وبعض الاماكن، يعني توفيت واحدة وترملت، بيجوزوها لأخو المرحوم زوجها، يقول لك جوز بقى مرات أخوك مات الله يرحمه، جوزها وترعى أولاده وتربي أولاده. احنا شفنا النماذج دي كتير في حياتنا، يعني شفناها على عينينا، فعشان يحافظوا على ولاد ابنهم يعني، ويحافظوا على مرات ابنهم، أصبحت أرملة. بس هو المسألة برضو في الشريعة الإسلامية أنه الزواج لابد من الإجابة وقبول، يعني لابد من أنه يبقى فيه موافقة من البنت، يعني مش هنكره واحدة أنها تتجوز واحد ما بتحبوش، لكن ممكن نقعد نتكلم معها، ندردش معها كده، يعني نقرب وجهات النظر. خلونا ناخد أخونا إبراهيم وبعدين نكمل. أستاذ إبراهيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حاج ابراهيم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يوسع عليك ويبارك لك في حياتك وصحتك وفي القناتين، يعني القناه ونعم القنوات على مستوى القنوات كلها الحمد لله. واياكم يا سيد، الله يكرمك. ربنا يكرمك ونبقى الدعاء لمصر والمصريين وللبلد جميعا، ان ربنا يكرم البلد دي ويخرجها من اقتصاديا، وندعو بالاخلاق، عايزين برنامج خاص للاخلاق فقط في الايام دي. لا يحل هذا مشاكل جمهوريه مصر العربيه من اسكندريه لاسوان لمصر مطروح لهنا الا الاخلاق. فنتبنى ان نبقى برنامجنا في الاخلاق قوي جدا. هتلاقي الطرق، المرور، وزاره الزراعه، وزاره السياحه، وزاره الاوقاف، جميع الوزارات فيها الاخلاق العالم. عايزين نرجع للستينات، لما الموظف كان بيرجع يخش المكتب الموظف ما يفتحش درجه، ده كان يقدم القهوه ويقدم الدخان ويقدم الاكراميات ويقوم يخلص الراجل بدون اي مقابل. فعايزين نرجع للاخلاق، المجتمع، حبنا للبلد، حبنا للارض. حاضر، ربنا يكرمك يا استاذ. ودعواتك لينا، دعواتك شكر. ربنا يفكها علينا. امين يا رب. شكرا الله لك. انا احكي لحضرتك قصه صغيره جدا بعد اذن حضرتك، قصه صغيره جدا حصلت لي. أيوة. معلش يعني بعد اذن حضرتك، دي موعظه. مش عارف، ربنا سبحانه وتعالى كل ما اقدم خير بلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيعوضني باحسن منها الحمد صحيح. لله. صحيح، الله يكرمك يا حاج ابراهيم. صحيح، بعمل في السعوديه من التسعينات حضرتك، فتره كبيره، وجيت صباحا ان الوالد رحمه الله عليها، كنت بحب قبل المسافه اجيب لها اي حته لحمه ولا حاجه، هي عندها الخير بس بحب اخد دعواتها يعني الحمد تمام. لله. فجيت لواحد حضرتك مؤاخذة، أنا جيت بشتري لحمة، لقيت واحد عينيه ولابس بيجامة وماسك عيش وبتاعه غلبان وماشي في شارع، فبقول للجزار ده مين ده، تعرفه؟ ماشي على الناحية التانية. قال لي لا معرفوش يا بيه. فهو راح يجيب باين فول وطعمية، فبقول له شغال فين؟ قال لي كنت شغال عند الجزاوي حضرتك وي الآخر. المهم عشان ما أطولش على حضرتك، فشغال بواب، غلبان جدا بالطاقية بتاع زمان اللي مخططة وبيجامة مخططة وعينه زغلة. فجي حضرتك وهو بيشتري، جيت قلت له تعالى شغال فين، تعالى خد. فلقيت الجزار بيجيب له شغب وحاجات من دي، فقلت له يا عم انا بقول لك ادي له احسن من اللي انا جايبه لك، فانت يعني محترم. ربنا يكرمك. شكرا يا حاج ابراهيم، والله ربنا يبارك لك. الراجل من دعواته حضرتك انقذني ربنا من عمليه كبيره جدا، مسافرت السعوديه بعديها بثلاث اربع ساعات،
فدعوات الراجل لقيت الارض بتهتز والسماء يوم الجمعه صباحا بتهتز. فكان مشيت على السعوديه حضرتك لقيت الدنيا الحمد لله يعني كانت عملت عمليه غشاء بروتيني. الحمد لله الحمد لله على سلامتك يا سيدي وربنا يكرمك. دعوه الراجل ده الغلبان الناس تبص لهم. صحيح صحيح. غلبان ولا الماده ولا الفلوس هي كل حاجه في الدنيا. ربنا يكرمك يا حاج ابراهيم شكرا ليك. ادعي لنا وادعي للبلد ويعيننا ربنا يفك علينا يا رب ويفك ويرزقنا يا رب العالمين. شكرا يا حاج ابراهيم ربنا يسعدك احسن الله اليك. وهو فعلا كما علمنا الله تبارك وتعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فعلا يا حضرات صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اتعلمنا النهاردة من وسائل الأمان في حياتك انك تتبع هدي ربنا، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ناخد الحجة ليلى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا حجة ليلى تفضلي. أي شيخ رمضان، بقول لحضرتك أنا في حاجتين عايز أسألك عليهم. أول حاجة الآية القرآنية اللي بتقول الزانية لا ينكح إلا زاني. حاضر. أنا عايز أعرف تفسير الآية دي بالظبط إيه، ولو أنا مثلا زي كنت عارفة قبل كده إن فلان ده فعلا كان بيجهر بالمعصية. أنا خلاص هشرح لك الآية يا حاجة ليا. تاني حاجة، طب أوكي، تاني حاجة عايز أسأل على حاجة، القضية الشائكة بتاع للأسف اللي بيقلعوا الحجاب. أنا عايز حضرتك تقولي دلوقتي حاجة باتة في القرآن. وايه الخط فصل من عندها هي. الحجاب. حاضر يا ليلى حجابك شكرا لك. مين؟ فاطمة. السلام عليكم يا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام يا حاجة فاطمة اهلا بك. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ اهلا وسهلا ومرحبا اتفضلي. الله يكرمك الله يكرمك. وإياكم. لو سمحت انا كنت شفت منام اللي بنتي كبيرة متكفنة ومربوط عليها من فوق ومن تحت. أيه. فرحت الشيخ هنا جنبينا في جامع فقال لي لا هجيب لك واحد من اللي بيصلوا بينا وبتاع. جاب لي واحد فقال لي لا انا هاجي اقرا لها في البيت وكده. وخلاني جبت حاجات من عند العطار وحطها في مية وبل المصحف. ايه. بل مصحف عندي كبير. وقال لي اظبطي عليه وخليه زي ما هو كده وقرا لي في الشقة. أيوة. انا بفتح المصحف ذيك النهار كده رحت لقيت المصحف عفين. ايوه. طب هجاوبك انا مش عارفه اعمل ايه. هجاوبك يا حاجه فاطمه وعايز اعرف معلش امانه عليك الحلم ده ايه. هي بنتي دي شبكت كذا مره يعني شكرا ليك يا حاجه فاطمه ربنا يطمن قلبك على بنتك ان شاء الله ويفرح قلبك بيها. استاذ احمد السلام عليكم. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. ازيك يا مولانا عامل ايه؟ الله يكرمك يا حبيبي اتفضل. اخبارك؟ والله يعني نشوفك كده الواحد قلبه بيطمن. الله سمتك الحلوه دي والله. الله يشرح صدرك الله يكرمك اتفضل يا سيدي. انا معلش عندي سؤالين كده بس الاول عايز رقم سيادتك في موضوع خاص كده. طيب حاضر احولك للكنترول هم يعطوك الرقم. يا حاجه دعاء السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ اهلا بيك يا دعاء اتفضلي. الله يسعدك اتفضلي. هو سؤال صغير كده انا متجوزه. ايوه. وبس جوزي يعني بيشرب حشيش وكده فبيعوز ان انا اشرب معاه فانا كده عليا وزر انا لما برفض بيمشيني يعني بيغضب مني ويمشيني. يعني هو بيعمل دماغ وعايزك تعملي دماغ معاه كمان. طب حاضر اجاوبك يا دعاء شكرا ليك. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني شايف انا شر البليه ما يضحك يا حضرات معلش. يبقى نتبع هدي ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده كان سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في مقدمة الخطبة بتاعته يجي يخطب الجمعة تلاقي من الجمل اللي كان بيقولها كتير قوي النبي عليه الصلاة والسلام ودي أنا بدأت بيها النهاردة الحلقة بتاعتنا من يهده الله فلا مضل له. من يهده الله فلا مضل له. اللي ربنا يهديه لو الدنيا كلها حاولت تضله ما تعرفش هو ربنا ألقى عليه الهداية. شوف سيدنا يوسف ها غلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله يا لا ايه ده كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. مش لنصرفه عن السوء والفحشاء. مش ربنا بيصرف يوسف عن السوء والفحشاء. لا ده يوسف كالجبل أقوى من الجبل. جبل إيه؟ أقوى من الجبل
يوسف في مكانه لا يهتز والمغريات من حواليه ولا تتهزله شعرة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. عارف لما تستودع ولادك عند ربنا وتقول له يا رب اهدهم لي، الهداية من عندك يا رب، الهداية من عندك يا رب، وتستودعهم عند ربنا والله يقعدوا في أي حتة، والله ما تخاف عليهم. ولو بقى جاي مقعدهم فين وجايب لهم مشايخ الكرة الأرضية وهم معفرطين، هتعمل معهم ايه دول؟ يا فعلا من يهده الله فلا مضل له، طب ومن يضلل فلا هادي له. ولذلك ربنا بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم من علينا بالهداية يا رب. اللي بيتبع هدي ربنا، اللي بيتبع الهدى بتاع ربنا، اللي بيتبع منهج ربنا، اللي بيتبع أوامر ربنا سبحانه وتعالى، بيتبع وبيسمع وبينفذ كلام ربنا سبحانه وتعالى، ده حضرتك ما تخافش عليه بقى خلاص. خلاص، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أبدا، ما يحزنش ولا يتألم. ومهما كانت الدنيا صعبة وعلى قلبه ما عندوش مشكلة، ما عندوش أي مشاكل خالص، هو شايف الدنيا بزاوية أخرى، برؤية تانية، بنظرة تانية. لما الصحابة يدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ويجدوا أن النبي كان نايم كده والحصير معلم في جنب النبي عليه الصلاة والسلام سايب أثر يعني، وإيد النبي باين عليها، ويبكوا يعني معقولة رسول الله كده مفرشه التراب، النبي ينام كده على الحصى وعلى القش كده النبي، يا خبر، ويتألموا، بس النبي شايف حاجة تانية خالص. يا رسول الله، بقى بتوع الفرس وبتوع الروم يعني نايمين على الحرير وحضرتك نايم كده على الحصير يا رسول الله. قال: أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة. ربنا بقى يقول: اليوم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم النهاردة بقى تجزون عذاب الهون والعياذ بالله. يقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. سورة الأحقاف. يبقى النهاردة من وسائل الأمان ليك في حياتك اللي يبقى لا خوف عليك ولا تحزن، إنك تتبع هدي ربنا سبحانه وتعالى. فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا يجعلنا منهم. استسمع حضراتكم فاصل سريع ثم أعود إلى حضراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى. بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا، أكرمكم الله. مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم مجددا. وصدق ربنا سبحانه وتعالى القائل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اللهم من علينا جميعا بالهداية، اللهم اجعلنا هداة مهديين. ناخد أخونا رمضان، معلش فقدنا الاتصال. طب ناخد أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ رمضان. أهلا أهلا يا أمة الله، تفضلي. هقول لحضرتك حاجتين. تفضلي. وانا مش بطلب منك، مش قصدي انك تفصل الحلم، بس انا شفت الرسول عليه الصلاه والسلام 3 مرات. الله، اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. اول مره انا شفته كاني انا وهو اطفال صغيرين في سن 4-5 سنين وماسكين ايدين بعض مشبكينه في بعض وفي صحراء، ماشي، كاننا اطفال. تاني حلم شفته ان انا بصلي وراه في مسجد سيدنا الحسين، ماشي. تالت حاجة بقى، وهي دي اللي اتحققت حقيقي، أنا كنت بخاف من زيارة القبور. جيت في رمضان جالي في رؤية، أوصف لك شكله؟ لا لا، أنا الحمد لله عارف شكله عليك. طب جالي في رؤية وخدني، هو ما تكلمش معايا خالص بس خدني ومشينا في مكان. طيب أنا، أنت شفت النبي بتقولي 3 مرات في المنام، صح كده؟ أنت عندك أولاد يا أمة الله؟ أنا ما جوزتش خالص، هو ده اللي بقول لحضرتك عليه. السؤال إيه بقى؟ أنا المكان اللي مشيت معاه فيه ودخلت فيه هو نفس المكان اللي ماما اتدفنت فيه، الله يرحمها رحمة واسعة ويتقبلها في الصالحين. واداني ورقة جورنان كده ملفوف فيها 3 قطع حديد.
ثلاث ايه؟ قطع حديد. حديد ماشي. رفيع. طيب. وبعدين سابني ومشي. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بس انا دلوقتي قلبي كله بحس ان ربنا بيحبني بس مش متوفقه في ارتباط خالص، وسني كبر على فكره يا اخوان، انا 40 سنه دلوقتي. حاضر. بس ومش قادره اصلي، لكن بحب اسمع قران ومعرفش على طول، مش عارفه ليه ما بتقدريش تصلي. حاسه ان في حد قاعد على كتفي كده وعلى دماغي، كاني مضروبه على دماغي، مش قادره اصلي. هجاوبك يا حاجه امه الله، شكرا ليك. يا ام محمد عليكم السلام وبركاته. يا ام محمد سلام عليكم. ام محمد سلام. فقدنا معلش والله حضرات، يعني معلش ان احنا كنا يعني ان محدش بيعرف يدخل معانا على الهوا، يعني كل شيء نصيب بقى. يعني والله ده قدر ربنا سبحانه وتعالى. بشكر كل متصلينا وكل مشاهدينا، واحنا عرفنا النهاردة عامل مهم جدا من عوامل الامان ان احنا نتبع هدى ربنا سبحانه وتعالى. طبعا نشوف اسئلة حضراتكم بقى عشان لم يتبقى من وقت الحلقة الى اليسير. رشا واخوها وقع عليه ظلم، الظلم مؤلم سبحان الله، ولذلك ربنا قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. اللهم إنا نسألك يا رب النصرة والنصر لكل مظلوم، اللهم أمين. ربنا يرفع البلاء عن كل مبتلى ويرفع الظلم عن كل مظلوم، وبنقول لكل مظلوم استعن بالله ولا تعجز، وانت دعائك مستجاب عند ربنا، وإن شاء الله ربنا هيكشف عنك هذه الغمة بإذن الله. حاجة كريمة، الدعاء بفك الكرب. يا حضرات ادعوا زي ما النبي علمنا عليه الصلاة والسلام بدعاء سيدنا يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كربه أمر، لما كان يبقى مكروب النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تاني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أقولها كم مرة؟ إن شاء الله أقولها 10,000 مرة. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وربنا يشفي لك ابنك يا حاجة كريمة، ويشفي كل مريض، ويصلح حالكم يا رب، ويروق بالكم، ويبارك لكم في ولادكم، واجعلهم قرة عين لكم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. رامي ما كانش بيصلي وبقاله شهر ونص كده، كان جات له نوبة هلع كده، خوف وخاف من الموت وبتاع، فربنا من عليه وقذف في قلبه الهداية ونور الحق، وبدأ الحمد لله بيصلي. طيب احرص على هذا الأمر يا رامي، وعليك بصحبة الصالحين، الناس الطيبين اللي يحنوا عليك ويطبطبوا عليك وياخدوا بإيدك واحدة واحدة. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، واحدة 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 واحدة، وتحافظ على الصلاة بتاعتك، وإن شاء الله يا رامي هتجد الأمور كلها تغيرت في حياتك. احنا عندنا قاعدة، أقم صلاتك تصفو حياتك، يعني اللي يحافظ على الصلاة صح. يا حضرات الحمد لله رب العالمين، تبقى الحمد لله رب، تبقى طلع الحمد لله رب العالمين من قلبي من جوه، بقول اهدنا الصراط المستقيم. ايه الحمد لله، الحمد لله امين الرحمن الرحيم. حد يقول لي نسى الشيخ، نسى سورة الفاتحة. لحد ما توصل اهدنا الصراط المستقيم، وانت بتدعي وتسجد لربنا وتسأل الله عز وجل الخير، ربنا هيمن عليك بيه. الحاجة عز اختنا عز أرملة ومعها 3 أطفال، وحماتها طردتها، عايزة تجوزها لسلفها اللي هو أخو زوجها بعد وفاة زوجها الله يرحمه رحمة واسعة. طب فكري يا عز، إن كان الشخص أخو جوزك ده ملائم، إن كان ملائم يعني هيبقى حنين على ولادك لأنهم ولاد أخوه، فإذا والست يعني حماتك يعني بتهيألي لو اتصلنا بيها وكلمناها هتقول ده أنا عايز صنها وسطرها ورعاها وولاد ده معاها نور عيني اللي هم احفادي، فليه لا؟ فكري. ان كان انت زعلانه منه في بعض الحاجات معينه تتظبط نظبطها، صوته عالي نقول له هد صوتك يا عم وانت بتتكلم،
مثلا يعني شعره طويل نخليه يقصر شعره يعني ايه لو ينفع يا عز، وما حدش هيجبرك على انك تتزوجي حد انت مش عايزاه، ما حدش هيجبرك على كده، لكن ليه لا لو في مصلحه. اهو الزواج ستره يا عز، ما انت مش هتقعدي من غير زواج. عايز اقعد باولادي ولا ما هو ما انت هتتجوزي عم ولادك يعني وهيحافظ عليهم، ايه المشكله يعني؟ ففكري يا بنت الناس واستخيري ربنا. طب وشاوري بابا وماما، ما هو اكيد بابا وماما برضو مش عايزينك تقعدي كده من غير زواج يعني، خاصه وان القران علمنا ذلك حضرات، قال وانكحوا الايام منكم والايم ها الذي فقد زوجها يعني او التي فقدت زوجها، دي بنسميها ايم، فهي اختنا عزه اصبحت ايم دلوقتي لان زوجها توفي، فربنا قال لنا انكحوا الايام، جوزوا الارامل، الارامل دول جوزوهم وجوزوا المطلقات اللي اتجوزوا قبل كده، خدوا بالكم منهم. اخونا ابراهيم طبعا الدعاء لمصر، مصر الحبيبه، بلدي وان جارت علي عزيزه، عزيزه طول عمرها. والله اشتغلت ما اشتغلتش، اتعينت ما اتعينتش، اتبسطت ما اتبسطتش، مش عارف ايه شوارعها، مش عارف فيها ايه، ضيقه واسعه، فيها زحمه فاضيه، بلدي وان جارت علي عزيزه ما فيش اعز منها، واهلي وان ضنوا علي كرامه. طبعا عشان نبني بلدنا الكلام ده يعني، لعلكم تذكرون يا حضرات اللي متابع الكلام الطيب، اوه بح صوتي في هذا الامر اللي هو ايه، انما الامم الاخلاق ما بقيت. عايز تبني مجتمع اخلاقي حضرات، انما الامم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. في البرنامج ده تكلمنا عن الاحسان، تكلمنا عن الرفق، تكلمنا عن الرحمه، تكلمنا عن الصدق، تكلمنا عن الامانه، تكلمنا عن المروءه الشهامه، تكلمنا عن صفات كثيره جدا، تكلمنا عن العفو، تكلمنا عن التسامح، تكلمنا عن الكرم، تكلمنا عن الشجاعه، تكلمنا عن التضحيه انك تضحي، تكلمنا قيم كتير. اللي هيراجع الكلام الطيب كتر خيره اليوتيوب، ما سبناش حاجه، كل حاجه موجوده. الاخلاق يا حضرات، انما الامم الاخلاق ما بقيت. عايزين نمشي في الشارع نقابل اي حد نقول له الاخلاق الله يكرمك، الاخلاق الله يسترك، التفاؤل، الابتسامه، الجد، العمل، لا للكسل، لا للبخل، لا للشح، الى غير ذلك. ليلى بتسال سؤالين، الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني ايه؟ يعني الايمان ده حاجه غاليه قوي. النبي قال عليه الصلاه والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما يبقاش مؤمن ساعتها، الايمان بيترفع عنه. ففي الحاله اللي زي كده انه واحد مع واحده، اكرمكم الله واعزكم الله وعافانا الله واياكم وحفظنا الله واياكم وسترنا الله واياكم وربنا يحرسنا جميعا، والواحد لا يدعي لنفسه، يا رب يا رب اعصمنا، يا رب استرنا، يا رب استرنا، يا رب احنا ضعفاء، يا رب احفظنا. ماشي كده يا حضرات؟ اوعى تقول انا انا سيدنا يوسف، لا بالراحه على نفسك يا عم الحاج. يا رب يا رب، لا هادي لمن اضللت ولا مضل لمن هديت، اهدنا يا رب عشان ما نضلش فتزل قدم بعد ثبوتها. يا ثبوتها يعني كانت اقدام ثابته وزلت، استر علينا يا رب، استرنا يا رب. فحين وقوع الفاحشه بيبقى الايمان مرفوع عن الاثنين، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ده معناها يعني النكاح، لا الزاني لا ينكح الا زانيه، النكاح يعني المعاشره، يعني المعاشره يعني الجماع. عند وقوع هذه الفاحشة أو ارتكابها ساعتها بيبقى الإيمان مرفوع عن الاثنين يعني، لأنه ربنا يغار. النبي قال كده، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. فإزاي الإيمان يبقى محطوط في 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 في, في, في الدقائق اللي بتتنفس فيها جريمة زي كده؟ لا ما بيبقاش محطوط، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بيبقى مرفوع عنه الإيمان. الحجاب، يا سلام يا سلام، الحجاب جاء في سورة النور يا حضرات. أول السورة قررنا نحن مدير، مع احترامي طبعا لرئيس المحطة، رئيس محطة قناة تن، خليني بس أعتبر نفسي أنا رئيس المحطة دلوقتي، قررنا نحن رئيس
محطة تن، على السادة، على السادة الإخوة الموظفين اتباع التعليمات الآتية. الحضور الساعة 8، الحضور الساعة 8 ده فعل أمر؟ لا، يبقى براحتنا. لا، العنوان مكتوب فوق يجب عليك اتباع التعليمات الآتية. ادي أول حاجة، صورة النور جي فيها 40 حكم، حوالي 40 حكم. أول الصورة بيقول ايه؟ صورة، أيوة، أنزلناها، أنزلناها، لما كل القرآن نزل أنزلناها، ها، وفرضناها، وفرضناها، نعمل لك ايه تاني يا عم الحاج؟ فرضناها، وجيب صورة النور في نفس الصورة اللي فرضناها دي، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى أن قال وليضربن، اللام لام الأمر، وليضربن، لام الأمر دخلت على الفعل المضارع، بخمرهن، الخمار غطاء الرأس على جيوبهن، ينزل لحد ما يغطي فتحة الجيب، وغطاء الرأس لا يعني غطاء الوجه، لأن القرآن قال اغسلوا وجوهكم وقالوا امسحوا برؤوسكم، الرأس حاجة غير الوجه. ماشي، وكلام كتير قوي اتقال في مسألة الحجاب. بصوا يا حضرات، والله العظيم أقسم لكم على الهواء، أنا ما عنديش مشكلة إن واحدة ما تتحجبش، ولا نرغمها على كده. ما رغمهاش طبعا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بس ما تتحجبيش وانت على عيني وراسي، مش محجب، على عيني وراسي، بس يقولي إنه أمرنا الله به، بس أنا لسه ما عملتوش. قول لي الصلاة فرض وأنا اللي بكسل شوية، بس ما اختلفناش، إنما لا، ما فيش حاجة اسمها صلاة، لا كده برضو ما يصحش. قول الخمرة وحشة وانت، مش حضرتك، بتكلم على سين، قول الخمرة حرام وانت اللي مبتلى بشربها، سين ده، انما لا، مال ده زي الفول، انت بتعمل احسن دماغ، او اتق الله. يا حاجة فاطمة، يا حاجة فاطمة، خلي بنتك تداوم على قراءة سورة البقرة. اعذروني يا حضرات، انا ماليش في تفسير الرؤى والاحلام والكلام ده. خلي بنتك تقرأ سورة البقرة، وجبنا شيخ وودينا شيخ وعملنا شيخ، يا جماعة مش عايزين نخش في السكك دي، الله يكرمكم. اللي يقرأ سورة البقرة، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، نقطة ومن أول السطر، ركزوا بقى، الشياطين بعدت عن البيت اللي بيقرأ فيه سورة البقرة. دعاء جوزها بيحشش وعايزة تحشش معاه، لا، هو عايز يرمي نفسه في بير يرمي. انا ما اشوف لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، انا قلت لك ما ترميش نفسك في بير، لا ارمي، خلاص انت حر، بس ما تطلبنيش النقع معاك في البير، الله يسترك. الحاجه امه الله مش قادره تصلي، عندها عبء شديد كده، وشافت سيدنا النبي في المنام، يا امه الله بقى اللي شوف سيدنا النبي برضه يغصر في الصلاه قدام الجبلين، لازم تتخطيهم، الله يسترك، جبل النفس وجبل الشيطان. استعيني على النفس بالدعاء اللي النبي علمونا، اللهم اعذني من شر نفسي، اللهم اعذني من شر نفسي، اللهم اعذني من شر نفسي والهمني من امر رشدا. واستعيني على الشيطان، اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وعليك بصحبه الصالحين، اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في كل من شاهدنا واستمع وتاب وانتفع. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته.